مرحبا. بتعرف انه في الاردن 4,700,000 حساب على الفيسبوك ومليون حساب على الانستغرام و350 الف على تويتر، وانه الاردن اليوم يحتل على مستوى العالم مرحله متقدمه جدا من حيث عدد الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي من مستخدمي الانترنت. اليومين الماضيين عاشت بلدنا وتحديدا مدينه الكرك احداث صعبه ومؤلمه، وتابعناها كلنا باهتمام كبير. كتير ناس كتير اليوم موجودين على هاي الشبكات اللي مليانة بالمحتوى، سواء كان صور، أخبار، فيديوهات، كلها من مصادر مختلفة. وممكن يكون المستخدم نفسه مصدر لهذه المعلومات، بصور وبث من قلب الحدث. بعرف حبنا لبلدنا واهتمامنا بخلينا ندور ونتابع الأخبار أول بأول. ممكن أطلب منك طلب؟ ممكن أطلب منك أنت طلب؟ ممكن نحاول ونرجوكم إنه ما تعيدوا نشر خبر أو صورة أو بوست قبل ما تتأكدوا إنه الخبر صحيح. أرجوكم. كتير أخبار ناس عم بنشروها على إنها محلية وبالآخر تطلع ببلدان تانية. ما في داعي ندخل بنقاش عقيم، وما في داعي إنه نفتي في كل إشي. كل واحد فينا عنده مسؤولية تجاه وطنه، لا تكون سبب في نشر الإشاعات. ما تستعمل الفيسبوك كمنبر لتفريغ الشحنات السلبية. بلدنا بيستحق أنه نوقف معاه، مش نكون جزء من نشر الفتنة والإشاعات. أنا وأنا 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 بوعدكم، وبدي منكم وعد أنه ما أنشر خبر أو بوست قبل ما أتأكد أنه صحيح. الأردن بيستحق أحسن من هيك.